داخیانیش بو رایا گشتی و چاپامانیه زمانه کی کو خودی دیروکه که دوف درجه زیده تری 5 میلیون آخیبر ویل کردستان و جیهانه هنه نه پیمانا لوزانه نه ایریشن دولتا ترک و نه جی قدخه کرن دکارن زمان کردی جناف ببن ابو زیده تری 100 سالانه حیا رو جایی رو جالی هزن فاشیست تنکر نجد پرست و داگر کر و لسر خاک کردستان و لدر ویوه لدجی زمان کردی آخافتن و نویساندن زمان کردی و لگل کرد پولیتیکه بجافتن و قرکرن این توپیا کن رو ددن اف 101 سالن لدجی زمان ما ایریش قدحه کرن و بجافتن تیمشاندن تاوی ویجی زمان ما کردی نمر زندی ما و خاپارست و وکستریه که دقرکا داگر کرد و دجمنان دا عاصما ای رو دی سال باکور کردستانه دی کشینه که مازن آزمان ما لهمبر ایریشن پولیسین داگر کریا ترک تی مشاندن اف دولتا کود خوازه زمان ترکی بدار زوره لسر گل ما بدا سپاندن و حمود دستکفتی و بر همین زمان کردی برای پلوتیکای بجافتن و ایریشن جهول راکه هری داوی دی 24 وی ماه دا لنیزی قادا شیخ سعید آباجارا آمد آباکوری کردستانه پولیسین داگر کریا ترک گرتن سرسازی زمان کردی و ایریشی آواهین کوملای لیکولن یا چاند و زمان موزابوتامیه مد در پاییس پرتوک و کوپراتیف زمان چاند و پرورده این آن کایه کرن و خوابادکار وان سازی هم بنچاف کرن هر وها دست دانین سر گلک پرتوک و آمیرون کدوان کدهندر وان آواهیان دابون لآلیه که دنجی پولیسان گرتن سر مال ماموستهان در انجام دا ریوبر وان سازیان جهاد گنی محمد سلیم تمل و روجده یلدز هاتم بنجاف کرن بگشتی سه کس هاتم بنجاف کرن آرمان جوان ایریشان که در چارچوه پلانه که قریش دا تیمشاندن اوه که کردکوجی بریا جناف برنا زمین بک بینن و خوابات جبو سرخابون و استانداربون زمان کردی لواز بکن و ریا خواهی نجات پرستی ندجی هبون گل کرد رابر بکن بناو سازی زمان کردی یا دسته پرورده و هندکاری لکانتون عفرین و شه بای انوان بن پیکرن دار یاسایی به تندی پروتست دکن انبانگ لحمو سازی نار دولتی این زمانی دکن که جاوین خواه لهمبر وان کریارا نگرن دام پیدان ماف کردان این خاندن به زمان خواه بکن آواهی و سازی این که زیان دیتنه قربو بکن و جه ایریش دولت ورن پارستن هر وها انبانگ لحمو گل کرد حسکری و خوابتکار این زمان کردی دکن که دوی پیواجوه دیروکی دا ندجی تنکرن و جناف برن زمان کردی ببن دنگ هبونه و به همو هولین خواه خودل زمان کردی و سازی نوی در کون اف ارکه که نشتیمانی و مروویه دکوه سرمل محمویان هر دم کردی زمان هبون و رومت آمه ناجو تنکرن زمان کردی را بمرا نجات پرستی سازی زمان کردی یا دسته پرورده و هندکاریه لکانتون عفرین و شهبا 29 نهان 1024 لغة لها تاريخ طويل يتحدث بها أكثر من 50 مليون شخص في كردستان والعالم فلا اتفاقية لوزان ولا هجمات الدولة التركية يمكنها أن تقضي على اللغة الكردية وتمنعها مضى أكثر من 100 عام حتى اليوم على الأراضي كردستان وخارجها وما تزال قوى الاحتلال الفاشية تمارس سياسات الإبادة والعنصرية والقمع والإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي والتحدث والكتابة باللغة الكردية منذ 101 عام يتم تنفيذ الهجمات والقمع والاضطهاد ضد لغتنا وعلى الرغم من ذلك لم تمت لغتنا الكردية وبقت حية تحمي نفسها وأصبحت مثل شوكة في حلق المحتلين والأعداء اليوم مرة أخرى في شمال كردستان تجري مقاومة كبيرة من أجل لغتنا ضد هجمات شرطة الاحتلال التركي هذه الدولة التي تريد فرض اللغة التركية على شعبنا وتدمير كل إنجازات ومنتجات اللغة الكردية من خلال سياسة الاضطهاد والهجمات وخير مثال على ذلك ما حدث في الآونة الأخيرة في 24 من الشهر الجاري في منطقة قريبة من ساحة شيخ سعيد في آماد شمال كردستان داهمت الاحتلال التركي مؤسسات اللغة الكردية وهجمت مباني جمعية البحث للثقافة ولغات الموزوبوتامية ميت دار أو جمعية تعاونية للغة والثقافة والتدريب أناكا بايز بارتوك واحتجزت العاملين في تلك المؤسسات كما صادرت منهم العديد من الكتب والأدوات التي كانت موجودة داخل تلك المباني من جهة أخرى داهمت الشرطة ملازم المعلمين
وعلى أسرها قاموا باعتقال مديري هذه المؤسسات جهاد غوني ومحمد سليم تمال ورجدة يلدز، ووصل مجموع المعتقلين إلى 30 شخصا. إن الهدف من هذه الهجمات التي تنفذ ضمن مخطط قذر هو قتل الكرد من خلال إمحاء اللغة وإضعاف الجهود المبذولة من أجل تأسيس وتطوير اللغة الكردية، كما يظهرون وجههم العنصري ضد وجود الشعب الكردي باسم مؤسسة اللغة الكردية التابعة للهيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهبة. ندين ونستنكر بشدة على هذه الانتهاكات الغير قانونية. ننادي جميع المؤسسات اللغوية الدولية إلى عدم غض النظر عن هذه الانتهاكات والاعتراف بحق الكرد في الدراسة بلغتهم وتعويض المباني والمؤسسات المتضررة وحمايتها من هجمات الدولة. كما ننادي الشعب الكردي والعاملون بمجال اللغة الكردية ليكونوا صوت الوجود ضد القمع وإمحاء اللغة الكردية في هذا المرحلة التاريخية، وحماية اللغة الكردية ومؤسساتها بكل جهودهم، وهذا واجب وطني وإنساني يقع على عاتق الجميع. الكردية ثم الكردية، اللغة هي وجودنا وكرامتنا، لا لصهر اللغة الكردية تموت العنصرية. مؤسسة اللغة الكردية التابعة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهبة 29/9/2024.